مع تحمير الكوسة. خلينا نشتغل في الطبق الثاني اللي هي جوانح الفراخ. هنعملها ازاي؟ مشوية بالعسل والليمون. المقادير على الشاشة يا أستاذة رحاب بعد إذنك. الأكل كله مع بعضه كده عشان السفرة بتاعتنا تطلع مرة واحدة. المقادير كالآتي: عبارة عن جوانح فراخ، معانا عسل، ويجعل أيامنا كلها عسل إن شاء الله. حلو قوي. ومعانا عصير ليمون جاهز، والتوابل بتاعتنا ملح وفلفل وبصل وتوم. زي الفل على الشاشة همت يا شباب. المقادير بساطة، سهولة، مرونة، تقدر تعملي طعم بأكل تاني خالص. معانا جنزبيل بودر أو طازة، وأيام الشتاء يتواجد الجنزبيل الطازة في أي محل بتاع خضار. ومعانا زبدة وملح وفلفل وتوم. تعالوا شوفوا نعملها مع بعض إزاي بطريقة سهلة وبسيطة. أهم حاجة وانت بتشتري جوانح الفراخ من عند الراجل الفرارجي تجيبها بالشكل اللطيف اللي حضراتكم شايفينه ده كده، أو انت بتجيبي فراخ بتشيل الجوانح واحد ورا التالي ورا التالت، تجمعي لمدة أسبوع 10 أيام شوية حلوين تعملهم لأولادك مع الباربيكيو صوص أو مع المشويين زي ما أنا هعملهم دلوقتي بالعسل والليمون. الكوسة بتتحمر على النار، اللهم صل على النبي. نشتغل في الجوانح. هناخد الجوانح دي نتبلها عشان هندخلها الفرن في صينية ودرجة حرارة الفرن عالية معايا أهو، اللهم صل على النبي. هتحط عليها عسل وليمون وتدخلها الفرن يا شيف؟ لا طبعا، ده يتعمل صوص دلوقتي جانبي اهو. ادي جوانح الفراخ مع حضراتكم كده واحده واحده اهو، اللهم صل على النبي. انا بعشق الاكله دي. بعد ما بتستوي بتبقى لطيفه وجميله كده، الواحد ياخد الصدر بتاعها او ياخد اللحمه، فص اللحمه اللي ما بين العظم وبعضه اهو. ده كان مناب زمان، فرخه تندبح ولا البطايه الحلوه، والجناح ده مناب، والكبده مناب، احنا ما نسيناش الايام الحلوه دي كده. ادي الجوانح بتاعتنا لطيفه وجميله، بتتباع في اي محل بتاع فراخ بالكيلو بالنص اهو، زي كبد الفراخ. تغسليها كويس يا ست الكل بماء من الحنفيه، ما تغسليهاش بميه سخنه، تغسليها بشويه ملح خشنين، معلقه دقيق، عصره ليمون غسلتيها بالشكل ده كده وبقت معانا بالطريقه دي. حلو قوي. هنتبلها مع بعض واحنا شغالين كده واقفين اهو. التوابل، بسم الله الرحمن الرحيم، شويه بابريكا، نعم، الكوسه في قلب النار اهو حبيب. حاضر عيني، حاضر اهو. التوابل اهيت للبابريكا علشان جوانح الفراخ. هناخد الملح والفلفل بتاعنا، اللهم صل على النبي اهو، فلفل اسود، شويه الملح الحلوين بالشكل ده كده. ونمسك الفراخ دي يا عم الشيف، فص توم محترم، ونقلبها كويس واحده واحده كده مع زيت زيتون. الكوسه ما تقلقش عليها، ده زيت زيتون مع التوابل الحلوه اللطيفه زي الفل. نحط توم يا عم الشيف، اللهم صل على النبي. ونمسك الفراخ دي نقلبها. تعالوا نقلب جوانح الفراخ بالشكل ده كده اهو. توم، بهاراتك ملح وفلفل يا عم الشيف، بابريكا، شويه كركم، الكركم مفيد للجهاز الهضمي وخاصه للكبد. شفتوا الفراخ اهي خدت لون لطيف وجميل ازاي اهو. هاخد جوانح الفراخ دي يا عم الشيف في صينيه دلوقتي، هطلعها من الفرن مع حضراتكم واحده واحده اهو. زي الفل تمام. اشيل دي من هنا كده واخلي دي هنا كده. عينيا، حاضر. هناخد الصينيه بتاعتنا زي الفل، نخليها هنا كده، اللهم صل على النبي. ونشوف الصينيه هنا اخبارها ايه، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف اهو. ادي الصينيه اللي هنحط فيها جوانح الفراخ بالشكل ده كده، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي اهي. شفت اهو، الله عليك يا عم الشيف، الله عليك وعلى والديك. هندخلها الفرن. حطيت الصينيه في الفرن ليه يا عم الشيف؟ عشان ما تاخدش مني وقت، استغل كل دقيقه وكل ثانيه في البرنامج بتاعي اهو بالشكل ده كده. زي ما هي كده هحمرها في الفرن في درجه حراره فرن عاليه جدا اهو، مع بعض خطوه خطوه. دخلها الفرن تاني عشان مطلوب مننا نطلع فاصل اهي، اللهم صل على النبي. زي ما هي كده اهي، بص عليها، بص عليها، بص على الحلاوه اهي في قلب الفؤاد اهي اهي، اللهم صل على النبي. هنقفل الفرن بتاعنا كده. احنا عملنا مع بعض جوانح الفراخ، شفناها مع بعض ازاي بطريقه سهله وبسيطه. تعالوا شوفوا مع بعض اخبار الجوانح. المخرج عايز يبص عليها يشوف اخبارها ايه مع زيت ازاي. انت ابن حلال والله، جيت في وقتك جيت في وقتك يا حبيبي. بص عليها كده على بشوف موضوع الفرن ده قصته ايه.
اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. ده ايه في الفرن؟ قول لي انا اهو. بس اهو البوتاجاز مش متبرمج على الجلافز. اهو ولع على الفرن. اهو ايه ده؟ سمي بسم الله كل حاجه تمشي زي الحلاوه. اهو عندنا الكوسه على النار، هناخدها دلوقتي نحطها في رب الطماطم او رب الطماطم او الطماطم المعصوره، سموها زي ما تسموها. اهو نقفل الفرن زي الفل. تمام. اهو هنجهز دلوقتي الصوص بتاعنا اللي هو العسل والليمون. الجوانح اهي. ايه الحلاوه دي يا شيخ؟ ايه الجمال ده؟ ايه الدلع ده؟ ده انا هدلعك دلوقتي اهي. شفت اهي؟ طلعها بتاع النار. الله 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 الله. لا شوربه البروكلي مش تاخد مني وقت خالص على فكره. ايه الجمال ده يا عم الشيف؟ ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ اهي دي جوانح الفراخ، بص عليها كده وملي عينك منها. اللهم صل على النبي. اهو هتعمل ايه يا عم الشيف؟ اول حاجه هننزل بيها بالعسل. اللهم صل على النبي. عسل يا شيف يجعل ايامك كلها عسل. اهو احنا في ايام الشتاء وده عسل ايه طبيعي. تعالوا ننزله كده بالراحه بمعلقه. اهو الله. اهو طبيعي العسل بيبقى في الشتاء عايز ايه. جوانح فراخ وعسل يا شيف، انت بوظت الميزانيه خالص. عندنا عسل زهرة البرسيم، انا ما بقولكيش هاتي عسل الكيلو ب 1000 جنيه وب 3000 وحاجه اللي تخض دي. عسل زهرة البرسيم وده موجود في الريف المصري والصعيد المصري عشان نتكلم الصراحه، وانا عاشق له. زهرة البرسيم بتاع خير ارضنا. او الليمون الحمضيات يعني، والحمضيات بيستخدم اكتر في الاكل. هننزل بيه ده كده. ده العسل زي الفل يا عم الشيف، ونحط المعلقه كده عشان العسل ينزل منها. ننزل بعصير الليمون. شفت الطعم ده والتست ده؟ طبعا الجوانح متبله. الجوانح متبله، حطينا الملح والتوابل زي الفل. ونمسك كده الجوانح دي نقلبها. البطاطس في قلب الزيت ما تقلقيش. تتحمر وجاهزه. شفتي خلاص مفيش عسل هنا. هنا جوانح الفراخ طالعه من الفرن عطشانه، بتقول عطشان يا صبران اسقيني عسل اسقيني محبه. اهو شفت الجوانح لون برونز لطيف وجميل، حاجه جديده ممكن تتعمل مع الباربيكيو صوص. الاجانب يحبوها مع الباربيكيو صوص، بيتعمل من السكر البني والفلفله الحلوه وعصير الليمون والجنزبيل. والكاتشب. دي الجوانح جاهزه نغرفها مع بعض زي الفل. ممكن نسيبها على النار تاخد غلوه، ما نقلقش عليها. نغرف جوانح الدجاج مع بعض. يلا سريعا. بسم الله الرحمن الرحيم. شفت بقى الشيف لما بيجود؟ بص بص على الحلاوه يا شيف، انت بتحب الحاجات دي على فكره. سايبها لك مفاجاه. دي جوانح الفراخ بالعسل والليمون سويت اند صور. يا ويلي. تعالوا نغرفها مع بعض. اللهم صل على النبي. عايزه طبق حلو دي، تجيب لها طبق منين؟ طبق منين؟ هو ده. نحط الطبق ده هنا. الله. جوانح الفراخ بالعسل والليمون. نعم. سؤال حلو يا استاذ رحاب بالكنترول. قال لك ينفع نعمل دبابيس الفراخ بنفس الطريقه؟ ينفع. ما ينفعش ليه؟ ست الكل. الله. انا عايز اشوط الصوص دول فوق مع عسل. حطهم زي ما هم كده. اللهم صل على النبي. يلا يلا الصوره الحلوه اهو. جوانح الفراخ بالعسل والليمون. فين العسل في قلب الصوص الحلو ده كده؟ فين الليمون في قلب الصوص؟ هتقولي الحمار ده جه منين؟ جه من البابريكا اللي انا حاططها. وجودت وحطيت فلفله حلوه. الفلفله دي على فكره مش حاميه قوي، هاديه. طبق حلو ده. عايز شويه رز بالشعريه، عايز شويه مكرونه سباكيتي كده مع الزبده لطاف وحلوين. ودي غدا، مش لازم تعملوا السفره اللي انا عاملها دي كلها النهارده. انا بدي افكار وانت طبعا الكنترول، وانت عارفه كل حاجه، عارفه اولادك بيحبوا ايه. زي الفل. دي جوانح الفراخ. نروق الدنيا. حاضر يا فندم. اللهم صل على النبي. دي جوانح الفراخ بطريقه جديده. بسم الله الرحمن الرحيم. رشه خضره كده حلوه. ايه الجمال؟ ايه الدلع ده؟ ايه الجمال ده؟ دلعني. We'll be right back.